السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، ضمن مادة الإدارة والاقتصاد الهندسي الخاص بمادة الووتر ريسورس المانجمنت اوف ووتر ريسورس. طبعا بالمناسبة إن شاء الله راح نبدي ناخذ المحاضرات بشكل تسلسلي ونشرحها ونوفرها على شكل مقاطع فيديو ممكن يفيدونكم إن شاء الله. ضمن الإدارة الهندسية أنا سبق ونوه إني نزلت لكم هذه المحاضرات متوفرة عندكم PDF، فهذه المصادر الرئيسية. واحنا سبق ونوهنا انه احنا اي مشروع لازم نبلش بيه لازم يكون عندنا سكجولينج بلانينج حتى نسوي مانجمنت او بيرفكت مانجمنت لهذا البروجكت. هذه المحاضرة الاولى هي عبارة عن محاضرة تعريفية وبها بعض التعاريف والمصطلحات اللي انت ضروري تعرفها، وهي نوهنا ايلين ايضا بالمحاضرة بالكلاس المانجمنت شنو يعني الكونسبت اوف كونستراكشن مانجمنت، تعريف الإدارة بصورة عامة، هذه الامور كلها رجعنا لها مسبقا ويعني تكلمنا بخصوصها. تعريف المشروع الانشائي شنو يقصد، هذه التعاريف، ونوهنا على الاشياء المهمه البلاننج. هسه راح نجي ناخذ في الطرق للبلاننج، السكجولنج شنو هي طريق السكجولنج، البرمجه، المراقبه والتنفيذ، تمام عيني؟ وراح هنا دا ينطيهن لك بشكل تفصيلي، تمام عيني؟ وشنو هي المتطلبات المطلوبه من مهندس المشروع، المطلوبه من المقاول، المطلوبه من جهه عطاء العمل، يعني هذه التعاريف والمصطلحات الرئيسيه ضروري تتعرف عليهن، واحنا شرحناهن ايضا بالكلاس. فالمحاضرة الأولى تقريبا نقدر نقول ما بيها شيء. هسه ضمن أول مرحلة ناخذها بالمانجمنت هي اسمها مرحلة التخطيط البلانينج. مرحلة التخطيط المسبق أما يكون يعني احنا من نقدم فد أي مشروع نسوي عليه فد عطاء معين لازم نسوي له تخطيط مسبق نسميه بري بلانينج. هذا التخطيط تمهيدي أول يجرونه مجموعة من يعني أصحاب العمل إنه قبل ما إنه يتخذون قرار اللي يسمونه قرار المناقصة. هذا حتى نتعرف على المدة الزمنية الأولية المطلوبة، نتعرف على الأسعار بشكل أولي، تمام يعني، حتى على أساسها تتقدم المناقصة، بعد ذلك تجري اختيار الشخص اللي يوقع عليه هذا المشروع واختياره. والمرحلة الثانية هاي التخطيط الرئيسي، هذا يسمونه البوست بلاننج. هسه عندنا طريقتين البري بلاننج والبوست بلاننج، وهاي الطرق صراحه اثنيناتهم مهمات يعني يجونكم ممكن بالامتحان. هاي الطريقه يمتى ينشئها؟ انت تسوي هنا لا مو تخطيط اولي، تخطيط تام رئيسي، بحيث احنا هذا التخطيط راح ننشئه باستخدام الماستر بلان يقدمها المقاول، هاي كأحد الشروط الرئيسية. وشنو اللي نوفر بيها؟ المواد المطلوبة، السيولة النقدية، ايش قد مدة العمل، غيرها، تمام يعني؟ الطريقة الثالثة بالتخطيط اسمها أسلوب التنفيذ المباشر، إنه هاي أنت تنفذ طريقة بديلة للعقد، إنه صاحب العمل هو نفسه يقوم بإنشاء هذا المشروع باستخدام فريقه، الموارد البشرية المتوفرة عنده، ممتلكاته، معداته، غيرها، تمام عيني؟ فهسه هاي بشكل أولي مطلوبة من عندكم، لكن أول طرق للتنفيذ اللي هي طريقة البري بروسيسنج والبوست برو بلاننج أذني مهمات جدا. والطريقة الرابعة هي أسلوب التنفيذ أمانة، تمام عيني؟ كل طريقة من هذه الطرق ما أريدك تقرأ لي الشرح بصورة عامة، إنه فد شلون إنه فوكس بوينت عنه فقط، تمام عيني؟ لكل طريقة من هذه الطرق البلاننج. فهسه لهنا أنا نقدر احنا نسوي، فهذه هي النقاط المطلوبة بالبلاننج المفروض انه انت تحضرها بشكل رئيسي. مراحل التخطيط ايضا، مقومات التخطيط الجيد، ببساطة المرونة، يعني هاي الامور هاي مطلوبة من عندك، يعني مثل ما نقول انه يعني للباك جراوند انفورميشن اللي انت لازم تجمعها عن الموضوع، تمام عيني؟ هاي هنا الخطوات الرئيسية حتى ننشئ احنا الخطة الرئيسية، غيرها، تمام عيني؟ هسه هنا المحاضرة الأولى تكون انتهت، نجي على المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية راح ناخذ طرق التخطيط الرئيسية، طرق تخطيط المشاريع. احنا مو سبق ونوهنا قلنا عندنا طريقة البري بروست بري بلاننج والبوست بلاننج وغيرها، فشلون اخطط انا المشروع؟ لابد ما اكو طرق، فراح نجي على الطرق هاي ناخذها طريقة طريقة، تمام عيني؟ الطريقة الأولى اللي هي أسهل وأبسط طريقة وغير معقدة، لكن ما يعني ما تلائم كل المشاريع، اسمها طريقة المخطط الشريطي، تمام عيني؟ اذا كان عندنا تتابع يعني الاكتيفيتيز والفعاليات الخاصه بالمشروع بشكل بسيط جدا، ما يحتاج تداخل عالي جدا بين المشاريع، ولا المشروع يتضمن انه انشاء فد مثلا فد مؤسسات تكون متماثله وغيرها، يعني في عده شروط حتى نطبق النوع الاول من تخطيط المشاريع اللي احنا نسميه طريقه المخطط الشريطي.
والطريقة الثانية هي طريقة التحليل الشبكي الـ Network Analysis، والطريقة الثالثة طريقة المشبك الزمني اللي هي التايم جريد. تمام عيني؟ الطريقة الأولى وطريقة إعادة تقييم البرنامج الزمني اللي هي طريقة بيرت. تمام؟ إن شاء الله راح ناخذهن، وطريقة خط التوازن Line of Balance، ذن الطرق كلهن راح ناخذهن إن شاء الله بالتسلسل. هسه نجي على أول طريقة اللي هي طريقة البار تشارت أو المخطط الشريطي. هاي الطريقة يسمونها لها اسمين، يعني ممكن انا بالامتحان انطيك السؤال واقول لك مثلا solve this activities او project of this activities by using chant chart، هذا الاسم، او الاسم الثاني يسمونها اللي هو هذا bar chart. تمام عيني؟ يكون لها اسمين. هاي الطريقة عبارة عن نعرض البيانات ونعرض الفعاليات اللي خاصة بالمشروع على شكل جدول. هاي الجدول بأعمدة وبصفوف. الأعمدة مالته اللي هو حيكون الاعلام من هنا من الجانب الاعلى راح تكون هي الفعاليات اللي خاصه بيك، والمحور الافقي راح يكون التايم اللي يستهلكه. تمام عيني؟ احنا شنو المطلوب بهذه الطرق؟ مطلوب الوقت الكلي لانجاز هذه الفعاليات. ايش قد الوقت الكلي؟ حسب انا من انطيك الجدول وبي الفعاليات تسلسلهم ايا كانت الفعاليه، تتضمن انشاء اساس، تصحيح الاراضي، يعني الى انه يعني الفعاليات احنا نسميها التسلسليه الى ان ينجز هذا المشروع، فنرمز لها بالرموز، لان اذا احنا نعطي وصف ديسكربشن كل فعاليه داخل الصندوق البوكس مالته راح ياخذ شرح كلش كبير. فبتخطيط المشاريع يرمز للفعاليه برمز، وبعدين تجي يعني يعملوا لهم انه شو مثل ما نقول تاسك بار خاص بهم، وتنشرح هذه الفعاليات. فهذه الفعاليات يرمز لها اما بالحروف الف باء جيم 1 2 3 اي بي سي، يعني اني ثينج وات ايفر. يوضح العمود الثاني المده الزمنيه حتى ننجز كل فعاليه، حسب شنو هي المده الزمنيه انا المطلوبه انجز هذا المشروع، بالايام، بالاشهر، بالاسابيع، سنوات. تمام عيني؟ فهذا يوضح بها التاريخ، وايضا راح عن طريقها انت تعرف لكل فعاليه تاريخ البدايه وتاريخ النهايه مالتها. يكون الرسم على شكل شنو؟ اشرطه افقيه مستطيله الشكل او خطيه متوازيه وبمقياس رسم معين. تمام عيني؟ تقدرون بالمناسبه ترسمون هذه الطريقه باستخدام الورق الاعتيادي، او تقدرون باستخدام الورق البياني. انا لاحظت بعض الطلبه يفضلون الورق البياني على اساس انه نوعا ما يساعدهم انه يكون مخطط اكثر، ويساعدهم بتحديد الفعاليات هذه، يعني انه تاخذ كذا وقت كذا وقت. فانت بالامتحان از يو لايك، يعني ترسم بالورق الاعتيادي، او المهم يكون الرسم مضبوط، توضح لي المحور اكس شنو بي والمحور واي شنو بي، والفعاليات بشكل ايضا متجانس، الفعاليه اسم الفعاليه فوقها، وكذلك الوقت اللي تايم مالتها تحت، بحيث تكون بشكل مرتب، لان هذا درجته الموضوع بطريقه الرسم مالتها. الفائده مالته هاي شنو الغرض من عنده؟ مراحل تقدم العمل، عفوا صوره عامه، الحصول على المعلومات، تكوين فكره، بس ما نقدر نسوي بيه بلاننج لكل انواع المشاريع، محدد مثل ما نقول يشابه معادلات الامبريكال اكويجن اللي لها تطبيقات محدده في مكان ما. نجي محاسن هذه الطريقة والمساوئ: البساطة والسهولة، عملية رسم المخطط ما تستغرق وقت لأن هي عبارة عن أشرطة أفقية، إظهار أيام العطل والتوقف، تسحيف الفعاليات نعتمدها بتعيين الموارد والتدفقات، نرسم عن طريقها منحني الكلفة، غير هذه الأمور. أيضا بها هاي الطريقة مساوئ: أول إذا تزداد التعقيد كل ما زادت الفعاليات، يعني هاي الطريقة نطبقها من تكون الفعاليات عندنا قليلة، لكن عندنا فعاليات توصل بالمشروع عالية جدا، توصل لها 60 فعالية ممكن أكثر غيرها، فراح تقل الدقة مال هذه الطريقة. اثنين، ما يظهر لك الأوفرلابنج، من يصير أوفرلابنج بين فعالية وفعالية ثانية، هاي الطريقة ما تظهر، طريقة بسيطة جدا، فما تنفع، لازم ناخذ الطرق المتطورة. ما نقدر نعتمدها بكل انواع الفعاليات بالبروجكت، يعني عندنا فد نوع من المشاريع يكون انشاء فد طرق متعدده لها نفس المواصفات لكن بمسافه، فما تعتمد هذا، يعني لها مواصفات حتى نطبقها. المساوئ والمحاسن فور باك جراوند لك، ما مطلوبه بالامتحان من عندك كشرح.
الملاحظات، اول شيء لازم انت تحدد لي الكريتيكال باث واي، اللي هو من اقول لك انا مثلا حدد لي التوتال بيريود فور بروجكشن، يعني المده الزمنيه اللازمه لانجاز هذا المشروع ككل، وكذلك الكريتيكال باث واي هو المسار الحرج، اقصر مسار انا ممكن اسلكه حتى اوصل لتحقيق كل هذه الفعاليات. تمام عيني؟ فهاي احد المطالب الرئيسيه بالاضافه الى الرسم مالته. تمام؟ وهذا الكريتيكال باث واي يكون من بداية الفعاليات إلى نهاية الفعالية. تمام؟ شلون ترسم الفعالية؟ ترسمها على شكل مستطيل، تهشره من الداخل، التهشير من الأعلى تكتب اسم الفعالية وتكتب وتسوي فارزة وتكتب صفها البريود مالتها. منين تجيبن؟ ذن تجيبن من السؤال، انا مو راح اعطيك سؤال بالامتحان، راح اعطيك كل فعاليه، ما اعطيك هنا شنو ايش تتضمن هذه الفعاليه، اعطيك رمزها اي بي سي دي، كل فعاليه راح اعطيك ديوريشن الها، فتكتب هنا مثلا ديوريشن اي، فعاليه اي ديوريشن 2، فهنا من ترسم الشريط الافق الخاص بها لتمثيلها تكتب اسم الفعاليه كرمز فوق شنو؟ فارزه الديوريشن مالتها، وهنا الامتداد الافق ايش قد تمدها؟ تمدها كمده انجاز فعاليه، تمام عيني؟ هذا يمثل لك تاريخ بدايه الفعاليه، هذا تاريخ نهايه الفعاليه. تمام عيني؟ هسه لاحظ هذا المشروع هنا تسويه موقع، ايش قد يعني انا ما راح اجيب لك اياهن هالشكل بالامتحان، راح اسميهن اي بي سي دي اي اف، تمام عيني؟ ولازم اقول لك كل فعاليه بروسد باي شنو؟ يعني هذه الفعاليه لازم تسبقها يا فعاليه حتى تنجز، تمام عيني؟ هسه عندك فعاليه اي الديوريشن مالتها 2 ترسم بهذا الشكل، وبالمناسبه حاول المحور الافقي تقسمه من الاسفل، تسوي 1 2 3 4 حتى ما تختلط عليك الفعاليات وتنسى نوعا ما المده الزمنيه المطلوبه للتحقيق. هسه فعاليه اي هي اول فعاليه نبدا بها فما تتسبق باي شيء، فعاليه بي تتضمن الحفريات مدتها 3 اسابيع تسبق بالفعاليه الاولى، فبدت بعد نهايه الفعاليه الاولى. شوفوا هنا لاحظ اكو نقص، اي نعم، المفروض على كل فعاليه من الاعلى اكتب رمزها واسوي وفارز الديوريشن. طيب هنا ليش ما مسوين بالمثال؟ لان احنا راسمين كل فعاليه مقابل اسمها، بس بالامتحان مطلوب ترسم لي قدام كل فعاليه ترسمها كمخطط شريطي بهذا الشكل، تكتب لي اسمها الرمز مالتها اقصد فارز الديوريشن، يعني اذا ما سويت لي قدام كل فعاليه هاي الامور تتنقص درجتك. وترسم الفعاليات بالتتابع الى ان توصل الى اخر فعاليه، تحسب الوقت الزمني المطلوب اللي هو المسار الحرج. بالمناسبه المسار الحرج شلون ينحسب هنا؟ اما تكتب للرمز مال كل فعاليه اي بي سي، تمام؟ ممكن يصير تداخل بالفعاليات، ممكن فعاليه تتداخل وراء هاي الفعاليه، ممكن اكو فعاليتين مثلا هسه فعاليه سي وفعاليه دي، سي وبي مثلا يبدا الاثنينات ورا الاي، فيصير وقت بدايه الاثنينات من بعد الاي. المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع اللي هي اللي احنا نسميه التوتال بريود، والمسار الحرج، المسار الحرج أقصد به المسار اللي راح تسلك الفعاليات حتى توصل من بداية إلى نهاية فعالية، فتقول لي 1 2 كذا، تمام عيني؟ أو تقول لي أي بي سي دي، ممكن هسه تقول لي طيب هي نفس الفعاليات مشينا عليها، لا، مو أكو فعاليات راح تجيك احنا نسميها فعاليات داخلية، هاي الفعاليات بدايتها راح تكون ممكن متداخله، يعني مثلا فعاليه بي وفعاليه سي اثنينات يبدا بعد الاي، فهنا راح تبدي بعد الاي، وكذلك هاي ما تبدي بعد السي، بعد البي العفو، تبدي بعد الاي، فاكو فعاليات راح يصير متداخلات. بس احنا اتفقنا ناخذ يا هي ناخذ الفعاليه اللي تكون لها مسار اطول، مو ناخذ الفعاليه الاقصر، يا هي اللي صارت اطول من عندهم اذا داخله ناخذها، تمام عيني؟ نجي هنا هسه هذا على الطريقه الثانيه نتركها على هذا، المسار الحرج قلت لكم هو كريتيكال باث واي، ولازم تكتب لي بالامتحان التوتال بريود كذا رقمها، وتكتب لي الوحده مالتها يمها، بما المقاسه اسبوع شهر، هذا اذا ما تكتب لي اياها يعني تتناقص. الشغله الثانيه من تكتب لي كريتيكال باث واي، يعني اقصد به المسار الحرج المطلوب لانجاز هذا المشروع، تكتب لي مثلا اي فارزه بي او بدون فوارز اتس اوكي، تمام عيني؟ لاحظ هاي الفعاليات اللي قبل شوي نوهتك عليهن، هاي عندك عده فعاليات وعندك الديوريشن مالتها انتبه بالدي، فحتى من تكتب التوتال بريود الخاصه لانجاز هذا المشروع تكتبها بالدي استنادا الى هذا الديوريشن الموجود هنا بما المقاس بروستد باي. لاحظ عندك هسه فعاليه بي وفعاليه سي، اثنينات المسبوقات بشنو؟ باي، فيبدا من نفس الوقت، عندك فعاليه دي تبدي بعد البي وفعاليه اي تبدي بعد البي، فالرسم مال هذا الديوريشن لاحظه هنا
انا بدك تنتبه على هذا الموضوع. شوف هنا رسمنا فعالية اي احنا، تمام؟ بعدين رسمنا فعالية بي، سي منين بديناها؟ بديناها من بعد الاي، لان البي والسي يبدأ بعد الاي. طيب دكتورة ليش هنا الاي البي سويتيها باللون الاسود والسي خليتيها باللون الابيض؟ ليش ما خليتيها مثلا، يعني ليش غيرتي لونها؟ طلاب ننتبه، اي فعالية تبدي دائما عندك باللون الاقصر، تمام عيني؟ وما هي تنتهي من عندها، تبدي من اللي بعدها، فخليها بغير لون اللي لا تهشرها، خليها بلون الابيض مثل ما نقول. لاحظ هاي هي الاطول صارت، فانا المفروض الفعاليه اللي بعدها. هسه تقول لي طيب هاي انتهت هنا وهاي انتهت هنا، انا ابدي ورا من؟ تبدي ورا اطول فعاليه، تمام عيني؟ ورا اطول فعاليه تبدي انت. هاي الفعالية يا هي أول فعالية بدت، تمام عيني؟ يا هي أول فعالية بدت هنا، هي اللي تمشي على أساسها، تمام؟ بهذه الطريقة تقدر أنت تنجز كل المشروع وتكمله. بس أنا صراحة بالامتحان ما راح أجيب لك هذا الكم من الفعاليات، هذا مال هوم وورك. أجيب لك في 6 7 فعاليات اكتيفيتيز، تحسب لي أنت التوتال بيريود اللي هي التوتال ديوريشن، وكذلك تحسب لي الكريتيكال باثوي. الكريتيكال باثوي طلاب أرجع وأقول مو معناه مدة زمنية، وإنما مسار، المسار تمثل ياه بهذا الشكل، تمام عيني؟ وترسمه وتوجده بهذا الشكل، بهذه الطريقة. هاي طريقة البار تشانت او التشانت شارت، هذا عندكم هوم وورك ايضا، طريقة سهلة جدا ترسمه وتوضحه، واني افضل صراحة هذا النوع تحله مثلا بالورق البياني حتى تسيطر. لاحظ هنا انا اشوف بالمحور الافقي اللي هو منها صار هذا الرسم، صار مالته الورقة لاندسكيب، فصار هنا بهذا الاتجاه انه يمثل لك التايم بيريود او الزمن، والمحور العمودي راح يمثل لك الفعاليات او الاكتيفيتيز. بما انه احنا راح انت تستخدم السكتش يعني الحل اليدوي، فما اذا كثرت الفعاليات تصير نوعا ما سؤال مشوه، فقدر الامكان راح اجيب لك الفعاليات ما تتجاوز ال6 أو 7 فعاليات، ممكن بالزايد 8، تمام عيني؟ وتكون واضحه. وهسه لاحظ هذا الرسم ناقص، لازم قدام كل فعاليه تكتب لي فوقها، فوق الفعاليه اسم الفعاليه الرمز مالتها فاصله الديوريشن مالتها، اسم الفعاليه الديوريشن، اسم الفعاليه، وهكذا. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تواصلون ويانا، نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.